أبرز الناشطين الحقوقيين في الأحواز هو ناصر العبيات، الناشط في مجال حقوق الإنسان للشعوب غير الفارسية في إيران، والذي عمل في الأحواز في هذا المجال مما أدى لاعتقاله عدة مرات. وبعد خروجه من الاعتقال غادر الأحواز عام 2008 متوجها إلى السويد كلاجئ. استمر ناصر في نشاطه بشكل أوسع ليصبح أحد الأعضاء المتطوعين في منظمة العفو الدولية في السويد، وقد بنى الكثير من العلاقات مع مؤسسات حقوقية ذات صلة بنشاطه الحقوقي، حتى استطاع أن يشكل في كل سنة معرضا لحقوق الإنسان للشعوب غير الفارسية في إيران. لاقت معارضه اهتمام وسائل الإعلام المحلية في السويد، وكانت لديه مقابلات مع بعضها، كما كانت معارضه تتضمن صور بعض الشهداء والمعتقلين على يد النظام الإيراني، وأيضا بعض صور المأساة والفقر والظلم لهذه الشعوب على يد السلطات الإيرانية، كما تمثل هذه المعارض تعريفا للعالم بما يدور من ظلم واستبداد في إيران بحق الشعوب غير الفارسية، وكشف سياسات إيران القمعية بحق الأديان والمذاهب والناشطين في كافة المجالات السياسية منها والدينية والثقافية، ومن دورها أيضا رصد كافة حالات الإعدام بحق الناشطين السياسيين والدعاة لمذهب أهل السنة والجماعة المحظور في الأحواز. مشاهدين الكرام، أهلا بكم من جديد. معنا في الاستوديو الباحث في الفرق والمذاهب الأستاذ عبد الله الدرماوي، وينضم إلينا من السويد عبر السكايب الأستاذ ناصر العبيات، وهو ناشط في حقوق الإنسان. الأستاذ ناصر، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. أستاذ ناصر، هل أنت معنا؟ أستاذ ناصر، يعني يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. نتابع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله، أستاذنا الجليل. يعني نرجو تسليط الضوء على دور الجمعيات الحقوقية في دعم قضية الأحواز على المستويين الإقليمي والدولي، من وجهة نظرك ما هو الحل؟ المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية في قضايا مماثلة لقضية الأحواز كقضية جنوب السودان وكقضية تيمور الشرقية في أندونيسيا وقضايا أخرى، لم تكن تلك المنظمات الحقوقية تلك المنظمات الدولية تتعامل بنفس القدر، وإنما وللأسف كانت تكيل بمكيالين. وبهذه الطريقة ضيعوا ورقة كان يطرحها الأحوازيون لوجودهم وهويتهم وقوميتهم، فالمنظمات مقصرة في هذا الجانب تقصيرا شديدا، حتى أنهم في قضية انفصال جنوب السودان عن السودان والكاثوليك الذين يقودون القوى الانفصالية كانوا قلة، فنرى الكاثوليك الفرنسيين والكاثوليك البريطانيين والدول الأوروبية حامية الكاثوليك تتبنى القضية، بل إنهم يرسلون إليهم السلاح علنا ويهددون السودان الدولة، وشيء نفسه فعلوه أيضا في تيمور الشرقية، أيضا كذلك في موضوع الصين وتايوان وصراع التايواني الصيني ودخول الدول الحليفة لتايوان والدول الحليفة للصين، بينما قضية الأحواز فلا تجد لها ذكرا في وسائل الإعلام العالمية ولا تجد لها طرحا يعطيها قيمتها وقدرها، وهذا تقصير في حق الأحوازيين. نعم. يبدو أن الاتصال قد عودناه مع الأستاذ ناصر العبيات من السويد. أستاذ ناصر، هل تسمعني؟ نعم أسمعك أخي. أهلا بك معنا في هذه الحلقة.
أهلا فيك. بداية أود أن أسألك عن دورك في هذا المجال، المجال الحقوقي ودعم القضية الأحوازية وأنت في المنفى. نعم، بالبداية اسمح لي أبعث أجمل التهاني والتباريك إلى كادر قناة صفاء الموقر وإلى جميع المشاهدين الأعزاء. جزاك الله. نعم، مثل ما تعرف أخي العزيز، يعني أنا سنة 2008 لما دخلت إلى السويد، نعم، كانت لدي هناك تجربة في الداخل، وأيضا كنت ناشط في مجال حقوق الإنسان في الداخل، ولكن ليس في هذا المستوى الموجود الآن. نعم. وهنا وبسبب الفضاء الديمقراطي الموجود في السويد، نعم، الناشط في أي مجال مهما كان يستطيع أن يطور نفسه ويستطيع أن يستقل جميع الأمكانات الموفرة لديه هنا بشكل جيد. نعم. طب أستاذ نصر، يعني دعني أسألك سؤالا بعد إذنك، يعني هل أنت في السويد، عفوا على هذه الصيغة، يعني هل أنت منفي بقرار حكومي من السلطات المحتلة، أم أنت مهاجر بمحض إرادتك نتيجة اضطهاد لقيته في الأحواز؟ لا أخي العزيز، ما في إنسان في هذا الكون أن يترك بلده ويسكن في بلاد الغربة. نعم. الاضطهاد والحرمان هو السبب اللي جعلني ودفعني أن أكون ناشط في مجال حقوق الإنسان في الداخل. نعم. ونشاطي في مجال حقوق الإنسان